السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. وأعتقد السيد ما خلى لي شيء تكلم فيه، لكن الموضوع الظاهر أنه اللي بتناوله يمكن متعلق أكثر بالبرنامج، والسيد تطرق إلى أشياء كثيرة مهمة. لكن بالنسبة عن البرنامج، أعتقد نفس الشعور بأن هذا البرنامج يجعل مجلس النواب في يعني إشكالية، بأن ما في مجال أنك تحاسب أو تسأل أو تعرف إلى أين وصلت الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج. بدأ بتطلعات يعني أكثر منها تطلعات عامة، مثلا الحفاظ على مكتسبات المواطن، تحقيق استقرار اقتصادي وتوازن مالي، استدامة التنمية، تلبية احتياجات المواطنين. فهذه وتوجهات اللي بعد يكرر التوازن المالي ونمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي وتنمية شاملة. فلكن أنا أعتقد أنه يمكن أهم ما ورد في هذا البرنامج هو قضية التوازن المالي. يعني يمكن كل هذا البرنامج يلخص في هذا البند. احتوى على 9 أهداف، منها مثلا الاستثمار في المواطن، المحافظة على مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، تعزيز التنمية الشاملة في إطار تحقيق توازن مالي، تكرر التوازن، القطاع الخاص محرك رئيسي، بالرغم من أن الحكومة صار لها يمكن كذا سنة، إذا ما 20 سنة تعتمد على القطاع الخاص، والقطاع الخاص ما أعتقد أنه عنده استعداد لتحريك الاقتصاد بالشكل اللي يخلق فرص عمل ويخلق تنمية. الاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامتها، استدامة التنمية الاجتماعية، تمويل المشاريع التنموية وإلى آخره. يمكن يلفت نظرنا دعم الإبداع والتفوق ودور الشباب. ما يعني الواحد يسأل شو معناته هذه. فالخلاصة إن أعتقد معظم الأهداف هذه باستثناء التوازن المالي هي واردة من قبل، في حتى التوازن المالي ورد لكن في تركيز عليه، والأهداف يمكن بعضها ورد في البرنامج السابق ووردت في كثير من الخطابات المسؤولين والوزارات. فأعتقد إن الجديد يمكن في اللي هو التوازن المالي. في البرنامج السابق 2015-2018 وردت تحديات، والكلمة مزمنة، تحديات مزمنة يقول في صفحة 2 تقريبا. هذه التحديات منها مثلا الوضع الإقليمي ما زال معقد ويزداد تعقيد، محدودية الموارد، تنويع الاقتصاد بما معناه يعني تنويع الاقتصاد وما زال غير واضح أين التقدم فيه، الدين العام وهذه أبعد من التحديات المزمنة اللي وضعت، والعجز الاكتواري وآثار الأزمة المالية 2008. فالواحد يسأل يعني الحين إذا كانت هذه التحديات كانت موجودة في 2015، خلال 4 سنوات شنو تحققنا أو واجهنا هذه التحديات؟ يعني الموارد المالية ما أعتقد صار فيه يعني تحرك في تنويع الاقتصاد، الدين العام زاد، العجز الاكتواري كذلك زاد، فهي يعني كانت معروفة من ذاك الوقت من 2015. ثانيا في 2015 كذلك التزمت الحكومة بالسعي لتحقيق مجتمع يسود العدل والأمن والاستقرار والرفاء والبناء لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمواطنين وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني. فيعني في التزام، لكن إلى أين وصل هذا الحديث ما نشوف في ذاك التقدم في اتجاهه. البرنامج السابق كان فيه تفصيل أكثر، لكن بعد بنفس المشكلة أنه بعد خلى من المعايير، لذلك
من الصعب اليوم تقول والله شنو تحقق من ذاك البرنامج. فبالنسبة عن الزبدة يعني بالنسبة لذي البرنامج هو التوازن المالي. فالفجوة الموجودة الآن بين الإيرادات والمصروفات تقريبا في حدود 1.3 مليار، وهذه من المفترض أن تصفر خلال 4 سنوات القادمة. يعني ما في تفصيل كيف بتستوي، لكن تقول يعني في الـ4 سنوات على الأقل تبي توفر في حدود 300 إلى 350 مليون سنويا. طبعا لما تسأل من وين بيكون، أعتقد أنها هي من الضرائب والرسوم، لكن هذا على افتراض أن سعر النفط يبقى في حدود اللي محطوط في الميزانية. في ولو نزل سعر النفط هذا المبلغ بعد بيزيد. ف ما في تصور للبرنامج عن حجم الزيادة في الرسوم والضرائب والنسبة المستهدفة لتقليل العجز خلال 4 سنوات. بالنسبة للدين العام، في التوازن أو برنامج أولويات أو مبادرات التوازن المالي وضع اليوم تقريبا حسب ما يبين عندهم أن الدين العام يساوي 85% من الناتج المحلي. فالمستهدف هو أنه يوصل ل 82% عقب في 2022، يعني حوالي نزلونه في حدود 4-5%. والسبب طبعا ان هذه اللي قلنا عنها 300 و 350 هي بتغطي العجز، لكنها يمكن ما تقلل من الدين بذاك الصوره الا بعد ما نغطي العجز. بالنسبه للعجز كذلك اليوم هو تقريبا 10% من الناتج المحلي، يعني 9.9 حسب ما مذكور في وثيقه التوازن المالي. ومتوقع أنه في خلال 4 سنوات ينزل ل 0.1 هنا مذكور، يعني تقريبا 0.01. فهذه أجين على افتراض أن سعر النفط ما يتغير أو يكون في حدود المتوقع الحين. بالنسبة للنقطة اللي يعني ممكن الواحد يتحسس منها اللي هي تحقيق استدامة صناديق التقاعد، وهذه العبارة هي نفس العبارة اللي قيلت في لما طلب من المجلس النيابي انه يوافق على التنازل تقريبا عن صلاحيات لهيئة التأمينات. فنفس العبارة انه تحقيق استدامة صناديق التقاعد بدون أي تعليق أو أي إضافة. فهذه إذا مشت هذه بعد بتكون تقريبا دخول من الشباك لإعطاء الهيئة الصلاحيات اللي كانت طلبتها ورفضت. فهذه معناته أن يمكن المعاشات التقاعدية تتأثر، الامتيازات الأخرى تتأثر إلى آخره. في مكتوب هنا عن تمكين المجتمع وبالذات مؤسسات المجتمع المدني. النقطة الخامسة هي تقول تمكين المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دورها التنموي، لكن ما في أي توضيح لهذا الدور. ومثل ما قال السيد، المجتمع المدني تقريبا مؤسساته أصبحت ضعيفة فتحتاج فعلا إلى تمكين وإلى تقوية، لكن كيف بتتم هذه التقوية؟ هذه اللي بودنا انه ينشرح ومجلس النواب اذا كان ممكن يركز عليه بحيث انه توضع برامج لهذه التقويه وتشريعات تدعم جمعيات المجتمع المدني.
في نقطة السابعة تقريبا من ثلاثة تتعلق بتوفير فرص عمل وتعتمد على القطاع الخاص للقيام بذلك. هني أنا أعتقد أن هذه موضوع جدا حساس، يعني البطالة اللي موجودة أعتقد أكثر بكثير من المعلن من وزارة العمل اللي هو 4%، يعني حسبت من أرقامهم، أنا ذيك المرة حسبت تطلع حوالي 8-10%، التقارير الدولية يمكن في بعضها السيد يقول 20، أنا شفت رقم 29% من بعض التقارير. فالوضع يعني يحتاج إلى معالجة، وأنا أعتقد أن المعالجة إذا بنعتمد على القطاع الخاص دون سياسات عمالية على الأقل تخصص بعض المهن حق البحرينيين بعد ما يتم تدريبهم، والتدريب يكون في عندنا شركات كبيرة، يعني عندنا ألبا، عندنا شو اسمه البتروكيماويات وغيرها، ذلين ممكن بإمكانهم أنهم يخلقون تدريب مهني لمجموعات كبيرة من خريجين المدارس والجامعات، لكن هذه ما قاعد يصير. فبدون التدريب وبدون تخصيص وظائف أو بعض المهن للبحرينيين، الحل الثاني إنه هو معادلة الرواتب، ولو أن هذه يعني حل غير عملي لأنه بيستنزف ثرواتنا كلها إذا عادلت الرواتب الأجنبي والبحريني، وإحنا عندنا حوالي أكثر من 500,000 أجنبي، لكنها يعني أنت عندك سوق ما في منافسة متكافئة بين البحريني وبين الأجنبي، هذاك راتبه في حدود 200 دينار، البحريني ما يقدر يشتغل ب 200 دينار، فشنه البديل؟ أو أنك الحكومة تعطي الفرق، لكن في بعض الحالات أعتقد وزارة العمل تعطي الفرق، لكن بعد مو بالحجم الكافي بحيث أنه هو يصحح التشوه في سوق العمل. فأعتقد أن هذه نقطة جدا مهمة، ونتأمل أنه يكون فيه بحث فيها أكثر. فعندنا إذن التنويع الاقتصاد كذلك تكلمنا عنه، لكن هذه بعد مهم جدا، لأن أنت إذا تبي تخلق فرص عمل وتبي تنمي التنمية المستدامة اللي تفضل فيها سيد، هذه تحتاج إلى أن أنت تبتدي في تنويع الاقتصاد. الحكومة ما زالت تعتمد على القطاع الخاص، القطاع الخاص عقليته للحين عقلية تجارية، يبي يجيب بضاعة اليوم ويبيعها باشر عقب شهر شهرين 10-20% 30% ربح بدون أي مجازفة أو مخاطرة اللي يتعرض لها لو راح إلى مثلا التصنيع أو أي خدمات غير التجارية هذه المعتادة، خصوصا تجارنا الكبار أقصد فيهم، أما التجار الصغار يمكن محدودين، يعني يسوون مشاريع صغيرة، مشاريع خدمية صغيرة، يفتح له خباز، يفتح له برادة، يفتح هذه ما يقوم اقتصاد. أنت تبي الشركات الكبيرة والتصنيع اللي هو يخلق فيض على قطاعات أخرى، يعني مثلا احنا ألبا داعم قطاع كبير من الصناعة، يعني في مصانع تقوم على إنتاج ألبا، ولو أنه بإمكاننا نسوي أكثر، وهذه الحكومة دورها في هالجانب أنها هي تقود العملية، وبعدين ممكن إذا كان القطاع الخاص، وهو فعلا القطاع الخاص يمكن أكثر كفاءة، ممكن بعدين يصير في تتحول إلى شركة مساهمة وتنباع على القطاع الخاص، لكن أن نتوقع القطاع الخاص يعالج المشكلة أعتقد أن هذه يمكن يكون مستبعد. أنا طالعت شوية عن البرنامج في الكويت، شفت أنه في يعني هاي مال 2017 يمكن الجديد للحين ما افتكر صدر، ولو أنه ما سووه بس للحين ما صدر، لكن في تفاصيل أكثر، يعني حاطين مشاريع وقوانين اللي بتطلع لتنفيذ البرنامج.
ومشاريعها بأوقات مثلا هاي في 2013 هاي في 2014 هذه كذا. ففي عندهم جدولة للمشاريع اللي بتنفذ الفقرات اللي وردت في الشسمة. كذلك في عندهم جهاز تخطيط هو اللي قام بهذا العمل، وفي متابعة كل 3 أشهر تقارير توصل لهذا الجهاز من الوزارات ومن الهيئات ومن الجهات اللي مسؤولة عن التنفيذ. ففي متابعة أكثر وفي مؤشرات أداء اللي ممكن يتابعونها بموجبها. فأعتقد أن إحنا ما عندنا هذه القدرات يمكن، أو الحكومة الله أعلم يعني مو مقتنعين بأهمية جهاز التخطيط، لأن جهاز تخطيط ضرورة، يمكن مو بوزارة لكن جهاز تابع لوزارة لرئاسة مجلس الوزراء. فهني بعد حطينا الكويت حطينا تابع لرئاسة مجلس الوزراء، والوزارات يكونون تقريبا من تحته وعنده أمانة وعنده غيره. فأعتقد أن يعني الترتيب اللي موجود لإدارة البرنامج كذلك مو موجود. يعني أنت تبي مؤسسات تدير البرنامج هذه بحيث أن تديره مركزيا، مو كل وزارة بروحها تشتغل كل وزارة بروحها، هذه ما أعتقد أنه بيأدي الغرض. فأعتقد هاي تقريبا معظم اللي نقدر نقوله. لكن أرجع وأقول أنه تقريبا كل فقرات يعني تقراها سؤالين ينطرحون، متى هاي بيصير وكيف وشلون بنعرف انه هو صار. يعني لا يقول كيف بيستوي، ولا عندنا امكانية نعرف انه هو صار ولا ما صار. فهذه تقريبا الملاحظات اللي ممكن الواحد يطلع نبها. فان شاء الله تكون شو اسمه. وشكرا. شكرا جزيلا. شكرا للدكتور. أنا فقط أريد أضيف بعض الملاحظات البسيطة على منهجية البرنامج قبل لا ندخل في الحوار. البرنامج يعني يفترض منهجيا يكون هناك فيه 3 مراحل له. يعني تبدأ باستقراء وقراءة الواقع اللي احنا نعيشه، واستخلاص أهم المشاكل والتحديات اللي يواجهها المجتمع. بناء على هذا الاستقراء نوضع المبادرات والبرامج اللي بتعالج مشاكلنا، والمرحلة الثالثة هي وضع الآليات كيفية تنفيذ هذه المبادرات. للأسف يعني الواحد حس بنفسه أنه قراءة الحكومة لوضع السياسي خرجت ان احنا عندنا مشكلة واحدة فقط، هي ان كيفية نحقق التوازن المالي. لا عندنا مشاكل سياسية، لا عندنا مشاكل حريات، لا عندنا مشكلة ازمة صار لها 7 سنوات، لا عندنا تشريعات في مجال الديمقراطية والتشريعية مطلوب حلها. في مجالات الاقتصاد ما عندنا بطالة، ما عندنا تجنيس، ما عندنا يعني كل هذا لم يوضع في مقدمة البرنامج جزء من استقراء الوضع والمشكلة اللي احنا نعيشها. وبالتالي إذا الحكومة ما عندها هذا القرار بشكل طبيعي أنها ما توضع برامج لمعالجتها، لأن هي أصلا ما تعترف أن هذه المشاكل موجودة، هي فقط تعترف بمشكلة واحدة كيف نحقق التوازن المالي. فلذلك جد يعني قراءة البرنامج بشكل عام جدا مبسطة، وحقيقة لا ترتقي لمستوى التحديات اللي يواجهها. يعني أنا برجع فقط بشكل سريع لنفس المثل اللي استشهد به الدكتور، برنامج الكويت يعني بالفعل فيه 3 أجزاء. أولا قراءة التحديات يسمونها سوات، يعني الفرص والمشاكل والتحديات ونقاط الضعف، وبعدين يطورون المبادرات، وبعدين يوضعون الآليات. فمثلا الكويت يعني بحجم الكويت يكتبون بشكل واضح التحديات والمعوقات.
تراجع التوافق على القضايا والأولويات الوطنية وعدم استقرار العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة والفجوة الآخذة في الاتساع بين قيم الديمقراطية وبين مكونات الخطاب السياسي والإعلامي. النمو غير المستدام في ميزانية الدولة، تدني الأسعار والرسوم على الخدمات والسلع وغياب شبه الكلي للعائدات الضريبية، ما جعل العائدات هي المورد الأساسي، الخلل في ميزان المدفوعات، ضيق القاعدة الاقتصادية، القيود المؤسسية والإدارية الناجمة عن طول الدورة المستندية، اختلالات التركيبة السكانية حيث يشكل الكويتيون ما يمثل الثلث، الموضوع البطالة وقلة فرص العمل، نظام التعليم لم يرتقى له. يعني هذه في تشخيصات واضحة لمجتمع يريد يتصدى للمشاكل اللي يعالج اللي يريد يعالجها من خلال برنامج الحكومة. مثل ما يعني ما اريد اكرر طبعا كل المبادرات اللي ورد خالية من الاهداف الكمية، يا اما اهداف كمية تكون موجودة او تشريعات تسمى بالاسم. يعني على سبيل المثال قضية دعم صندوق التقاعد، شنو في طريقة لدعمه غير انه بترفع الاشتراكات مرة ثانية يعني على المواطنين بالنسبة للاشتراك في التأمينات. والنقطة الأخيرة هي قضية الرصد والمتابعة وبالفعل في مؤشرات التقييم. يعني برنامج الكويت حاط مؤشرات الكويت في كل المؤشرات الدولية، مؤشر الفساد، مؤشر التنمية المستدامة، هو حاليا الكويت مركزها 54، نريد عقب 3 سنوات نوصلها لهذا المركز، نوصلها للمركز 52 أو المركز 50. يعني حاط لها مؤشرات كمية تريد توصل لها. بس هذه الملاحظات يعني بسريعة كإضافة للي تفضلوا فيه الأخوان علشان نفتح الباب للحوار، وإذا في نقاط ثانية ممكن نتداولها. شكرا جزيلا، تفضلوا اللي يريد.